نحن رح نمشي. سارة شوفي، نور خبرتنا عن البيت. مرسي إنكم فكرتوا بإبراهيم، بس عن جد ما كان ضروري. يا بنتي نحن ما عملنا شيء يعني، بس القصة وما فيها إنه البيت حق إبراهيم من ورا بيو. سوري أنا عن جد لازم أمشي، عندي شغل كتير. عن إذنكم يلا ماما. سارة طيب ترجعي لنا بالسلامة. كنت بدي روح لعند سارة لحتى اعتذر، ثاقبت إنها مسافرة. إن شاء الله بس ترجع أقدر صلح اللي عملتيه معها. ليش يا روحي أنا شو عملت؟ أنا عملت اللي لازم أعمله. بالنهاية أولادي أهم من كل شيء. يعني أنت برأيك كان لازم أسكت؟ أنت لو كنتي محلي كنتي سكتتي؟ إيه إيه، بتسكتي وبتقفلي على الموضوع. أساساً عيب تحكي بهالقصة، لأنه الورثة وهالحكي كله والبيت ومش البيت منه شغلك. شايفي إبراهيم وفراس قد عم يتعبوا؟ شايفي كيف عم يجوا ما قلن حال يحكوا ولا ياكلوا لقمة بس تحت يأمنونا العيشة اللي بتليق فينا؟ مش ناقصهم أبداً وجعة راس من ورا حكياتك. لكن نور أنا هلأ عم نبهك، وهيدي آخر مرة. مرة تانية بتفتحي هالموضوع النتيجة ما رح تعجبك. ارتاحي مرت عمي، ما في داعي تنبهيني. ما بظن انك رح تسمعي هالموضوع مني مرة تانية، لأنه أنا وفراس رح ننتقل على هداك البيت. وإذا ما صار هيك أنا آسفة، فراس ما بقى يشوفوا الشيء أبداً. يعني بفهم منك بدك تطلبي الطلاق من ابني؟ ليش لا؟ إذا تطلب الموضوع إيه؟ بطلب الطلاق، ولا بسمح لحدا ياخذ حقي وحق اولادي. طيب ليه ما بتطلبي الطلاق من اليوم؟